بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تنوع الطلائعيات، وأهداف هذا الدرس هي تحدد أو نحدد خصائص الأوليات. الأوليات، تعريف الأوليات، الأوليات هي طلائعيات شبيهة بالحيوان، طلائعيات شبيهة بالحيوان كتعريف. نحدد خصائصه، نصف تركيب الأوليات ونوضح دورات حياته، ثم نصنفها تصف خصائص عدة شعب من الطحالب. هذا هو المطلوب في تنوع الطلائع. نبدأ بالأول، فكرة الرئيسية اللي هي تنقسم الأوليات إلى قسمين رئيسية: طلائعيات غير ذاتية التغذية وسميناها الأوليات، ولأنها تتحرك فهي شبيهة بالحيوان، شبيهة بالحيوان، وتشمل كل من 1 الهدبيات أي ذات الأهداب، و اللحميات أو بنسميها جذريات القدم، جذريات القدم، و البوغيات والصوتيات، صوتيات هذه التي تشمل الطلائعيات الأولية وغير ذاتية التغذية، يا تطفلية يا ترممية. حيجي نشوف، نبدأ بالأولى اللي هي الهدبيات. عندنا في هذا الشكل نوعين من الهدبيات، اللي هم الأول شايفين الأهداب الصغيرة، صغيرة هذه اللي على الجنب وهي أعضاء حركة، ونوع آخر يختلف شكله من الطلائعيات الأهداب على الجانب العلوي من الجسم، فهذين يستخدمان الأهداب في الغذاء والحركة. هنا في الغذاء حركة موجية لتدخل المواد العضوية إلى الجسم، هذه المواد العضوية داخل جسمها، وكذلك في السيتوبلازم التجويف البطني اللي موجود في داخل جسم الحيوان هذا الموح. طيب، معيشته تعيش يمكن تعيش في البيئات المائية جميعها، تعيش في البيئات المائية مثل البرك والبحيرات والمحيطات، كالمحيطات والبرك وغيرها، مستنقعات الأنهار، الوديان. عشان الأهداب هذه ما تعمل إلا داخل بيئات مائية، في البيئات المائية يغطي الجسم أهداب تستعمل لدفع جسمها في الماء وتوجيه الطعام، تستخدمها في الحركة كالمجاذيف في المركب وتوجيه الطعام نحوها. هذه فائدة، ما هي وظيفة الأهداب؟ الحركة كالمجاذيف وتوجيه الطعام نحوها، وتوجيه الطعام
نحوها. توجد فيها نواتان، توجد فيها نواتين. نواة كبيرة نواة كبيرة تحوي المادة الوراثية، تحتوي المادة الوراثية DNA، وتسيطر على وظائف، تسيطر على وظائف الخلية. هذه النواة الكبيرة. النواة الصغيرة بتحتوي في مواد لها دور في عملية التكاثر، في الانشطار، في الانقسام، تدخل فيها نعم نواة. اثنين، نواة صغيرة، نواة صغيرة لها دور في عملية الانقسام، لها دور في عملية الانقسام. طيب، نجي للمثال بتاعنا، البراميسيا. المثال البراميسيا، هذا الرصف البراميسيا. التركيب، البراميسيوم عبارة عن طلائعي شبيه بالحيوان كما تشاهد، الأهداب منتشرة على طول الجسم في حركة مجدافية لدفعه في الماء. هذه النواة الكبيرة اللي أشرنا لها، وهذه النواة الصغيرة بجانبها، هذه لها دور في عملية التكاثر، وهذه بتسيطر على نشاط الجسم ككل. هذه الفجوة المنقبضة، والفجوة المنقبضة بتعمل على أنها شعاعية، شكلها شعاعي، هذه بنسميها شكلها شعاعي، بتطلع فضلات أو الماء الزائد عن حاجة الجسم، لأن تركيز الأملاح في داخل جسم المخلوق هذا كبيرة، فالماء بيدخل لداخل ممكن ينفجر، فلذلك الفجوة المنقبضة بتمسك الماء أو الزائد من الداخل وتخرجه إلى خارج. هذا السيتوبلاز الذي يملأ فراغ الجسم، سيتوبلاز الداخلي، وفي سيتوبلاز لزج خارجي في مريء. احنا قلنا من وظائف الأهداب أنها الطعام يندفع بواسطة الأهداب إلى داخل تجويف الجسم في فجوات غذائية. الفجوات المنقبضة هنكتب وظائفها اللي هي لها دور في عملية التخلص من الزوائد اللي موجودة، وهناك فتحة إخراج، وهناك فتحة إخراجية. طيب، البراميسيوم تركيب، البراميسيوم تركيب البراميسيوم، الأهداب واحد، الأهداب تغطي الجسم ولها دور في الحركة والتغذية، تغطي الجسم ولها دور في الحركة والتغذية.
اثنين القشيرة كصغير قشرة، القشيرة والقشيرة طبقة تغطي الجسم كليا، طبقة تغطي الجسم كليا، قشيرة هي طبقة بتغطي الجسم كليا، هذه رقم اثنين. رقم واحد هي الأهداف، القشيرة اللي هو بتمثل الغلاف البروتيني في البكتيريا وفي الفيروسات. طيب رقم ثلاث الأكياس الخيطية، الأكياس الخيطية اللي هي موجودة في الكيس الخيطي، هذا هو رقم ثلاثة الكيس الخيطي، الأكياس الخيطية وأجسام أسطوانية تنطلق منها أشواك، أجسام أسطوانية تنطلق منها أشواك تساعد البراميسيوم في الدفاع عن نفسه، تساعد البراميسيوم في الدفاع عن نفسه. البيئة اللي بعيش فيها فيها كثير من مفترسات، فيها أميبا، فيها مخلوقات حية أخرى وصيد فريسته، وصيد فريسته. هاي رقم ثلاث. الفجوات المنقبضة، الفجوات المنقبضة اللي هي أربعة، الفجوات المنقبضة وهي شكلها شعاعية واحدة دائمة في المخلوق، دائما في فجوة واحدة فقط اللي هي الفجوة المنقبضة، واحدة في كل الحيوان، فجوة المنقبضة واحدة، وبتعمل تجمع الماء الزائد، تجمع الماء الزائد وتخلص، وتتخلص منه إلى خارج الخلية، وتتخلص منه إلى خارج الخلية. طيب الميزاب الفمي، الميزاب الفمي لفتحة الفم، ميزاب فتحة شبيهة بفتحة الفم الفمي، ويمثل فجوة الغذاء، ميزاب الفمي يمثل فجوة غذائية. ميزاب أو التجويف الفمي في داخله يمثل عملية الغذاء. فتحة الإخراج، فتحة الإخراج، ويتم عن طريق إخراج الفضلات، يتم عن طريق إخراج الفضلات. النواة الكبيرة، النواة الكبيرة وتحوي نسخا من المواد الوراثية، تحوي نسخ من المواد الوراثية لتمكنها من السيطرة على وظائف الخلية،
من السيطرة على وظائف الخلية ونشاطاتها، وظائف الخلية الحيوية ونشاطها. أخيرا رقم 8، النواة الصغيرة، النواة الصغيرة وتلعب دور في عملية التكاثر، تلعب دور مهم في عملية التكاثر، تلعب دور مهم في عملية التكاثر. هذه هم الفجوة المنقبضة، وهذا فتحة الإخراج سفلية، الحيوان يسبح في الماء بالأهداف في هذا الوضع اللي موجود فيه في فجوات غذائية بالتهمه دخلت عن طريق تجويف أو الميزاب الفمي إلى داخله، وبواسطة الأنزيمات الهاضمة بتهضم هذه المواد وتتخلص منها، تخلص منها. ده بالنسبة للهدبيات أو تركيبة، بمناسبة تركيبة. صورة دورة تكاثر البراميسيوم، دورة تكاثر البراميسيوم، هذه الدورة بتمثل لنا طريقتين. يتكاثر البراميسيوم عن طريق الاقتران، عن طريق الاقتران والانشطار الثنائي، عن طريق الاقتران والانشطار المتساوي أو الثنائي. طريقة التكاثر طريقتين، الانشطار الثنائي تكاثر بالانشطار الثنائي، ويزيد طول النواة ثم تنشطر بدلا من الانقسام المتساوي. طيب، يزيد طولها، يزيد طولها ونواته كبيرة ثم تنشطر، تنقسم أو تنشطر بدلا من الانقسام المتساوي، بدلا من الانقسام المتساوي. هذا البراميسي كما تلاحظون، هذا يزيد طوله في خطوات، هذه النواة الكبيرة يزيد طول، نعم، ده عن طريق الاقتران. طبعا الاقتران اللي هو بندمج الاثنين في واحد. طيب، الانشطار الاقتران 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 عملية جنسية يتم من خلالها، عملية جنسية يتم فيها تبادل المادة الوراثية، تبادل المادة الوراثية.
طيب، فعندنا تنقسم النيوي الصغير انقسام اختزالي منصف، اندمج وتبادل المادة الوراثية كما تلاحظون، يحصل تبادل النيوي الصغيرة والكبيرة، تبادلوا المادة، تتفتت النواة الكبيرة، خطوة ستتكون نيوي صغيرة، هذه النيوي، ثم يتكون براميسيوم مطابق وراثيا ميراثيا. لذلك لا يعتبر الاقتران تكاثر جنسي، لأنه لا يكون أفراد جديدة، لا يعتبر الاقتران ولا يعتبر تكاثر جنسي، ولا يعتبر تكاثر جنسي. ليش؟ لأنه لا يكون أفراد جديدة، لأنه لا يكون أفراد جديدة، لا يكون أفراد جديدة. هذا هو ااا